اشتهر بدور ضابط الشرطة في أغلب أعماله الفنية، وتعاون مع كبار النجوم وعلى رأسهم محمود ياسين الذي كان يتشاركان في نشأتهما في محافظة بورسعيد الباسلة. ومن المصادفة الجميلة أن أول وآخر أعماله كانت معه، إنه الفنان عادل برهام، والذي بدأ حياته الفنية من خلال قصر ثقافة بورسعيد، ثم انتقل إلى العاصمة وشارك في العديد من الأعمال الفنية، وصل عددها إلى أكثر من 170 عمل فني ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، كما عرف بصوته الرخيم وأدائه المتميز في اللغة العربية. لذلك تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوار قوية في عدد من المسلسلات الدينية والتاريخية. الفنان عادل برهام من مواليد 8 نوفمبر عام 1947 في محافظة بورسعيد، واسمه بالكامل عادل عبد السعيد برهام. تخرج من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1964، وبدأ التمثيل من خلال مسرح الجامعة وقصر ثقافة بورسعيد، كما التحق بالمسرح القومي وشارك في عدة مسرحيات حينها، منها سليمان الحلبي وليلى والمجنون والزير سالم. وكانت بداية الفنان عادل برهام في السينما من خلال فيلم رحلة النسيان عام 1978 مع محمود ياسين ونجلاء فتحي، ثم انتقل إلى الدراما في نفس العام ليشارك في مسلسل بنك الحظ مع محمد عوض وصفاء أبو السعود والمخرج يحيى العالمي، لتستمر بعد ذلك مسيرته الفنية لأكثر من 33 عام. وعن حياته الشخصية، فيقال أن الفنان عادل برهام كان متزوج من خارج الوسط الفني ولديه ابن وابنة، وهما دعاء ومحمد. شارك الفنان عادل برهام في عدد من الأفلام السينمائية، ومنها الجلسة السرية، عريس من جهة أمنية، بخيت وعديلة، رسالة إلى الوالي، الواد محروس بتاع الوزير، سحر العيون، أوقات فراغ، الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، الرصاصة لا تزال في جيبي، حب وكبرياء، مع سبق الإصرار، الطائرة المفقودة، الرجل يحب مرتين. أما في الدراما فقدم عدد من الأعمال الدرامية المتميزة، ومنها اللي اختشوا ماتوا، ليالي الحلمية، الإمام أبو حنيفة النعمان، هارون الرشيد، يوميات ونيس، رأفة الهجان، الفرسان، الحفار، رحلة السيد أبو ليلى البشري، القرين، بطل الدوري، النديم، في حاجة غلط، اللقاء التاني، ملك روح، سلالة عابد المنشاوي. كما شارك الفنان عادل برهام في عدد من السهرات التلفزيونية، ومنها الصورة، وعادت زوجتي، وجه القمر، الجنون فنون، بقايا الماضي. كما شارك في فوازير المناسبات عام 1988 مع الفنانة هالة. وعلى خشبة المسرح قدم أعمال مسرحية، منها عودة الغائب، على باندا، حزمني إياه، بداية ونهاية، على بلاطة، الرعب اللذيذ. وكان آخر أعمال الفنان عادل برهام خلال مسلسل وعد ومش مكتوب عام 2009 مع محمود ياسين ودلال عبد العزيز. رحل الفنان عادل برهام عن عالمنا في يوم 27 ديسمبر عام 2013 عن عمر يناهز 66 عام، في منزل عائلته في بورسعيد أثناء زيارته لهم، حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته. وقد تم تشييع جثمان الفنان عادل برهام من مسجد مريم بمحافظة بورسعيد ليدفن في مقابر الأسرة بشارع كسري. غاب زملاء مسيرته الفنية من الوسط الفني ونقابة الممثلين عن جنازته، ما عدا الفنانين من أبناء فرقة بورسعيد المسرحية وحضور دكتور أحمد سخسوخ عميد معهد الفنون المسرحية السابق. في صباح يوم وفاة الفنان عادل برهام كان قد حضر العرض المسرحي رحلة حنظلة للكاتب السوري سعد الله والنوس بكلية التربية النوعية بصحبة الناقد الدكتور أحمد سخسوخ. وقال طارق حسن مخرج العرض أن الفنان عادل برهام أثنى على فريق المسرح قائلا: أحسنتم، عرض جيد، وكان مستمعا أكثر منه متحدثا، وكان مبتسما طول الوقت، هادئا كعادته، وينظر للجميع وكأنه في رحلة وداع. وبالفعل كانت هذه هي اللحظات الأخيرة التي قضاها الفنان عادل برهام وسط أحبائه، ومنهم المخرج المسرحي صلاح الدمرداش والكاتبان عبد الفتاح البي وأسامة المصري.